مشاهدينا الأعزاء في وسط هذه الأجواء المثيرة للمسابقة الوطنية للنوادي العلمية تتواصل تغطيتنا لها، وأيضا يعني رانا نتلاقاو مع نوادي معايا نادي آخر من جامعة سكيكدا الطالب. السلام عليكم، معكم الطالب العايب أسامة من جامعة سكيكدا، رئيس النادي العلمي إيكومايد ممثل عن جامعة سكيكدا. السلام عليكم. مرحبا بكم هنايا في جامعة وفي رحاب جامعة العربي بن مهيدي. معليش تمد لي لمحة على المشروع اللي شاركتوا به؟ أولا بارك الله فيكم على حسن الضيافة وعلى حسن الاستقبال وعلى هذا التحفيز. المشروع اللي شاركنا به كان حول الرسكالة، درنا ريسيكلاج إينوفون، طريقة مبتكرة للرسكالة لكي نقوم بإنتاج منتج محلي مبتكر حسب المعايير التي قامت اللجنة بتقييدنا بها، بحيث يمكننا هذا المنتج أو هذا المادة بمزجها تحت عنوان لي ميلونج دي بوليمير باش نديروا ان بروجيكسيون دان نوفيل ماتيير. هاد الماتيير راح تكون عندها دي بون بروبريتي ميكانيكي فيزيك، لانه الرسكاله في الجزائر راح يصرى لها كي نديروا رسكاله الماتيير اكس راح يصرى لها ديغراداسيون في لي بروبريتي ميكانيكي فيزيك. احنا ان شاء الله راح نديروا ماده اوليه دي ميلونج دي بوليمير، باسكو لو ميلونج دي بوليمير ما راحش يصرى لانه ما عندناش كومباتيبيليزون بين لي ماتيير تاعنا. حنا درنا ايدي وجبنا ان اجون دو كومباتيبيليزون اللي يخلي توافق بين ماتيير اكس اي ماتيير ايغريك، وراح نديروا ماده اوليه تكون اليمونتير. يعطيكم الصحة بالتوفيق لكم في هذا المشروع. نشوف بما أنك مبتكر، يعني ما هي أكثر، يعني في رأيك ما هي أكثر عقبة تواجه المبتكر في تجسيد مؤسسته الناشئة؟ ممكن من بين العقبات اللي تواجهنا في هذا المجال لكي نؤسس شركة عدم توفر العلاقات اللازمة، فمثلا في أم البواقي اليوم لقينا طلبة ولقينا مهندسين ولقينا دكاترة اللي شاركونا أفكارهم وأعطاونا دي زيدي اللي ممكن تكون هي وضحوا لنا الطريق بطريقة أخرى، وضحوا لنا الطريق لتجسيد أفكارنا. إن شاء الله نتمنى من الجامعات الجزائرية توفر لنا هذه الإمكانية تاع التواصل باش نجسدوا المشاريع تاعنا ونديروا طرق مبتكرة إن شاء الله ونساهموا في الاقتصاد تاع البلاد إن شاء الله. يعني هنا نقولوا أنه مثل هذه المسابقات تحدد الإطار التوجهات تاعكم وتساعدكم أكثر في هذا الأمر يعني. بيان سير، راح هذا الإطار تاع الفعاليات راح يساهم بنسبة كبيرة، بالنسبة لي راح يساهم حتى ب 50% في تحفيز الطالب على إنشاء مؤسسته الخاصة والتخلص من وتوفير مناصب شغل للأصدقاء وللطلبة الجامعيين. يعطيكم الصحة. يعني نشوفوا أنه دار المقاولاتية حاضنة الأعمال، يعني هي كآلية لدعم المؤسسات الناشئة وخاصة يعني في وسط الجامعة. يعني ما هي في رأيك ما هي أهمية مشروع تخرج مؤسسة ناشئة؟ بالنسبة لي أهمية مشروع تخرج مؤسسة ناشئة راح يخلق فرص شغل كثيرة وخاصة هنا في الجزائر، لأنه الطلبة المتخرجين من الجامعات عشرات الآلاف من الطلبة المتخرجين، وعدم توفر مناصب الشغل هذا راح يخلق إحباط في المجتمع الجزائري، ولكن كي يكون الطالب عنده مؤسسة ناشئة راح يخلق فرص شغل، راح يخلق جو مبدع من شأنه تطوير البلاد، من شأنه مساهمة في رفع اقتصاد البلاد ولما لا، وإن شاء الله بالتوفيق لنا جميعا. هنا نوجه رسالة للطلبة، يعني هي فرصة لكم كما قال لكم الطالب، هي فرصة لكم لتوجهات أوسع وأشمل لكم. هذه رسالة من الطالب. كلمة ختامية. كلمة ختامية، نشكركم كثيرا على حسن الضيافة وعلى حسن الاستقبال، فشكرا كثيرا لأهل أم البواقي على هذا الاستقبال المحفز، ومرحبا بكم في الولاية تاعنا، مرحبا بكم في ولاية سكيكدا. ربي يبارك فيك، يعني حشمتنا بهذا الأسلوب الراقي. مشاهدينا الكرام، تلقاو معنا نادي آخر، السلام عليكم.